النصر آت بفضل المقاومة التي تمسك بها في كل الجبهات، وعلى أمل أن نجتمع معكم مجددا عندما تنتصر فلسطين والمقاومة. هكذا اختصرت عقيلة الرئيس الإيراني مضمون زيارتها غير المسبوقة إلى خارج إيران. الزائرة الإيرانية استهلت جولتها اللبنانية بزيارة أضرحة شهداء المقاومة على طريق القدس، وشاركت في لقاء للهيئات النسائية تضامنا مع غزة. المقاومة الفلسطينية لا تعني الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي مقاومة الحق في وجه الباطل، لكن إمبراطورية الإعلام الأمريكية لا تسمح بأن يسمع صوت فلسطين اليوم حتى لا يسمع الشعب الأمريكي هذا الصوت. ومسؤولياتنا جميعا أن نشارك في جهاد التبيين، لأننا نواجه عدوا يمتلك كل الآلة الاستخبارية والعسكرية ولا يفرق بين أطفالنا ونسائنا. ممثلات الأحزاب اللبنانية أكدن صوابية خيارات المقاومة في غزة وجنوب لبنان اتجاه أن فلسطين هي أرض ولادة. بعتقد كل هيدا الجو بصير بيشبه بعضه وبيودع بعضه، ولا واللافت بالأمر أنه هالزيارة ما كانت محصورة ضمن بيئة معينة. ضروري الإضاءة على دور المرأة المناضلة، للمرأة الفلسطينية، بما أنه في تشويه كتير بالعالم لكل المفاهيم من ضمنها دور المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية، فكان ضروري أنه تكون زيارتها، لأنه لبنان مهد النضال، مهد الدعم للمرأة الفلسطينية. علم الهدى لم تنسى تكريم والدة شهيدات مجزرة عينات الثلاث، فقدمت درعا للوالدة الصابرة هدى حجازي التي فقدت فلذات كبدها ووالدتها. عقيلة الرئيس الإيراني اختتمت زيارتها بالمشاركة في فعالية تضامنية مع غزة لوزارة الثقافة بعنوان دمعة مريم ومأساة غزة، ومن وزير الثقافة اللبناني كلام في المناسبة. وإزاء هذا الانحياز الواضح إلى آلة الحرب الهمجية التدميرية من قبل قيادات بعض الدول التي تدعي التعلق بحقوق الإنسان، لا بد من التشبث بكل أشكال المقاومة والصمود. زيارة عالم الهدى كانت استثنائية ومفعمة بالأمل بانتصار المقاومة في غزة ولبنان. رسالة دعم وتضامن مع المقاومة حملتها عقيلة الرئيس الإيراني عالم الهدى إلى بيروت، فأعادت تأكيد الثوابت الإيرانية الواضحة تجاه لبنان وفلسطين، ولا سيما في مرحلة مواجهة المقاومة للعدوان على غزة والاعتداءات على لبنان. عباس صباغ، بيروت، الميادين.